بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الفيديو ده للناس بتوع اخطونا بقى، اللي هو بتاع انتوا العين والعين فلجت المنتخب الجزائري والعين فلجت الحجر المصريين واخطونا مصر. الفيديو ده ليكم بقى حضرتك، انا جاي اتكلم معاك انت حضرتك، وجاي اتكلم معاك في قصه اندي ديلور، قصه من القصص اللي انت ما تحبش تتكلم فيها مع حد غريب، بس انا جاي اتكلم معاك في قصه اندي ديلور من منطقه الكره، بما اننا كلنا في عالم كره القدم المواقف كلها تبقى شبه بعض. اندي دولور كلنا عارفين الموقف بتاعه لما انضم للمنتخب الجزائري، لما كتب عنده على تويتر والظروف ساعدته او خدمته ولعب مع المنتخب الجزائري في كاس الامم الافريقيه 2019 اللي فاز بيها المنتخب الجزائري. بعد كده اندي دولور تعاقد مع مونبلييه، وفي محادثه بعتها الجمال بالماضي ان انا مركز مع مونبلييه وان انا مش هكون متاح بالنسبه للمنتخب الجزائري. جمال بالماضي طلع نشر الكلام ده وقال ان اندي دولور بعت لي تكست مسج بيقول لي 1 2 3 4، وانا اندي دولور خلاص الدنيا بالنسبه لي انتهت بالنسبه لاندي دولور. اندي دولور بقى زي اي لعيب كره صايع، وفي كلمه صايع ده على فكره مش كلمه عيب او كلمه غلط بالنسبه للاعيب الكره. لعيب الكره بيعرف يكسب الناس كويس، وبيعرف كويس قوي يتكلم في الوقت اللي الناس عايزه تسمعه فيه وعايزه تسمع كلامه فيه. اندي دولور عرف يختار التوقيت المناسب جدا، اللي هو المنتخب الجزائري خسران، تيجي انت طالع بعدها على طول تحاول تحسن الصوره بتاعتك، تيجي انت طالع بعدها على طول تحاول تقول ان انا نفسي بس المنتخب الجزائري تاني، وتطلع تقول ان انا غلط لما حطيت الشرط ده، وتطلع تقول ان جمال بالماضي غلط لما اعلن الموضوع للاعلام وكان نفسي الموضوع يكون سر، وكان نفسي ان جمال بالماضي ما يعملش كده، ألمني اللي هو عمله. طب وما ألمكش اللي انت عملته؟ يعني انت قررت انك تقرر انك تتخلى عن منتخب بلدك في تصفيات كاس الامم الافريقيه، صح؟ بعدها عشان تلعب معاهم بليه، انت بقى ما لعبتش معاهم بليه، وبالعكس ما خدش فرصتك خالص، وكارقام ما تجبرش جمال بالماضي ان هو يضمك. يعني ارقامك مثلا مش بتقول ان انت المهاجم الفذ اللي هتيجي تعدل الميله، يعني بسم الله ما شاء الله مثلا انت في 16 ماتش جايب 6 جوان، بغداد بنجاح سعادتك في 17 ماتش جايب 13 جول، او في 16 ماتش جايب 13، اللي هو ارقام بغداد افشخ منك بكتير. يعني بالصلاه على النبي مش انت اللعيب فعلا اللي هتيجي تعدل الميل، وبعدين انت بتختار توقيت اي مدير فني غير بالماضي مش هيجيبك، لان انت بتضغط عليا وش، انت بتستوى بالناس عليا، فانا لو جبتك خلاص كل لعيب انا مستبعده عارف الطريق كويس قوي، هيروح يقول للناس وهيعرف يستعطف الناس. والاخوان الجزائريين عاطفيين شويه، اي حد بيكتب لهم كلمتين حلوين واي حد بيقول لهم اي حاجه، والله يا جماعه عفى الله عما سلف، في حاجات عفى الله عما سلف تنفع فيها، وفي حاجات ما ينفعش عفى الله عما سلف تنفع فيها. يعني ينفع ان لعيب زي اندي دولور رجع منتخب الجزائر، بس مش تحت قياده جمال بالماضي، لان جمال بالماضي هو اللي جاب اندي دولور، وهو اللي اندي دولور عمل معاه الموقف الغلط ده، فما ينفعش هو يرجع فتره بالماضي، انما ينفع يرجع ما بعد بالماضي. اندي دولور بالنسبه لجمال بالماضي قصه انتهت. نبيل بن طالب لعيب كويس جدا وبدا ان هو يرجع مستواه، بس نبيل بن طالب مش هيجي قعد رامز زاروكي او هيجي قعد لعيب زي اسماعيل بن نصر. المنتخب الجزائري محتاج فيرود، المنتخب الجزائري محتاج لعيب يكون بديل قوي لبغداد بنجاح واسلام سليماني وينافسهم على التواجد بصفه اساسيه في المنتخب الجزائري، بس البديل ده مش اندي دولور ولا بالفضيل، لان بالفضيل برضو ارقامه بسم الله ما شاء الله حاجه، 19 ماتش منهم جونين سعادتك، يعني منهم جونين واسيستين، او 17 ماتش تقريبا جونين واسيستين، اللي هو الارقام بتاعتهم ما بتجبرش جمال بالماضي ان هو يضحي ببغداد بنجاح، ده للناس اللي بتقول ان هو بيحب بنجاح وبيحب اسلام سليماني. ارقام سليماني وهداف التاريخي سليماني المنتخب الجزائري تجبر ان هو يكون موجود معاه ماتش الكاميرون، ولعيب زي بغداد بنجاح ارقامه في الدوري اللي مش عاجبك الدوري قطر ده تجبر برضه جمال بالماضي ان هو يجيب معاه بغداد بنجاح. اما اندي دولور فالقصه منتهيه تماما بالماضي، اي مدرب مش هيجيب اندي دولور، لان انت بتستقوى بالناس عليا، خلي الناس تنفعك. وبالماضي اعتقد ان هو عنده شريحه من الجمهور متقبله القرارات بتاعته، ودي حاجه حلوه ان انت لما تستقوى بالجمهور في شريحه ثانيه من الجمهور عارفه الموقف اللي انت بتعمله معايا بالظبط، عشان كده قلت ان اندي دولور لعيب صايع، لانه بيتكلم في الوقت اللي عارف كويس قوي ان كل الناس بتطلب فيه مهاجم للمنتخب الجزائري، وفي الوقت اللي الناس بدات تطلع شريحه تنتقد قرارات جمال بالماضي، فانت طالع في عز كل ده واخد السهم بتاع يلا نكمل تقطيع في بالماضي، فانت عايز تقنع المدرب ده ان هو يضمك؟ لا مش هيضمك، انت بتقول للناس ان لو حصل اي حاجه المدرب ده هو اللي كان السبب ان انا ما اكونش موجود، يعني انت طالع بتلبس المدير الفني وطالع تستقوى بالجمهور عليه، وانا لما اقول عليك صايع تبقى الناس بتزعل، لا يا باشا ده صايع ومدقدق ولم في الكوره وعارفها كويس قوي،
يعني هو عرف يشتغل بالحنجل والمنجل وبيعرف يكسب الناس كويس، هيعرف يرجع الناس كويس لمنطقته، بس المنطقه اللي هو بياخدك فيها منطقه مش حلوه ومنطقه ما فيهاش اي ريحه سلكان خالص. وبصراحه بتمنى ان جمال بالماضي ان شاء الله ربنا يكرمه ويوصل كاس عالم عشان الموضوع عندي دولور ده ينتهي تماما. وبالنسبه لسن ديلور، فديلور برده مش لعيبه صغيره من بنجاح، ده انت عندك 30 سنه وبالفضيل عنده 30 سنه، فاستمرارك على بغداد وسليماني افضل بكتير من انك تروح تجيب لعيبه جداد على المجموعه زي بالفضيل وزي اندي ديلور اللي اساسا وقت وجوده معاك ما كانش عارف ياخد مكان اساسي. ده رايي في قصه اندي ديلور. لو برضه مكمل معانا في قصه خطونه، فبص يا برو انا عملت قبل كده استفتاء في هذه القناه والناس اللي طلبت اخبار المحترفين الجزائريين، يعني انا بلبي طلبات الجماهير عندي. تنفع الصيغه دي؟ اتمنى ان هي تنفع. فلو عجبك الفيديو بقى معلش اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فهذا رايي ورايك، وفي الاخر عادي ولا يهمك اي حاجه.